مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أرى سرايا إرهاب بنغازي. في البداية كان تجمعهم أو تجمع ميليشياتها الذي اصطف تحت غطاء القاعدة والغرياني بهدف الرجوع إلى بنغازي هزموا عدة مرات بعد هجومهم على موانئ النفط، وبعدها اتخذت هذه الجماعات الإرهابية الجفرة مقر لها بمساندة وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المفوضة. الآن هربوا من الجفرة إلى سرت، وكأن أصبح يعني غائب على هذه الميليشيا المكان والاستقرار، فأصبح لا هدف لها. شاركوا في هجوم براك الشاطي الدامي، واليوم هم فارين من سرت. من فتح لهم أبواب سرت؟ هذا سؤال منطقي في هذه الحلقة. وهل سنشهد مشهد مماثل كما شهدناه في السابق في سرت؟ وهل أصبحت هذه المدينة الصابر أهلها ملاذ آمن للإرهابيين أم ماذا؟ ما نحتاج فهمه في هذه الحلقة مسار سرايا إرهاب بنغازي وتحالفاتها وتنقلها من مكان لآخر مع تقدم القوات المسلحة المستمر وانتصاراتها في مواقع عدة. إذن الخارطة الليبية بشكل عام الآن معروف تمركزات الإرهابيين فيها، والميليشيات أين، والجيش والقوات المسلحة المنتصرة بإرادة الله وبعزيمة الشعب والوطنيين والخيرين والقيادة بشكل عام وهيبة نفوذهم في مواقع عدة على الخارطة الليبية. الآن سرايا الدفاع أو الإرهاب بنغازي الآن بعد ما كانت في الجفرة هربوا يوم أمس فجرا كما تقول مصادر عسكرية وإعلامية مطلعة، من عدد كبير منهم من الجفرة إلى سرت. وهنا السؤال المنطقي، ماذا يحدث في سرت؟ ومن فتح الباب إلى سرت؟ وهل كان رجوعهم يعني مسالم أم حدثت اشتباكات أو سلمي؟ أيضا كيف نفهم الخارطة توجهات هؤلاء الإرهابيين؟ هل أصبحوا مشتتين في الأرض؟ لا مكان يستوعب وجودهم، ولا استقرار ولا تمركز ولا هدف. إذن كل هذه الأسئلة والنقاش والنقاط مطروحة للنقاش في هذه الحلقة على الأرقام. تفضلوا بالتواصل معي من خلالها، ويومكم سعيد ومبارك بإذن الله. أخبار مطمئنة جدا، الانتصارات الجيش دائما مستمرة بإرادة الخيرين في هذه القيادة الرشيدة، وأيضا قوات الجيش المنظمين المضبطين الذين استطاعوا بإذن الله وبإرادة الرجال أن يصنعوا الحلم للليبيين وأن يحققوا الكثير من المكاسب على الأرض. تكتيكات، تحركات وتمركزات للقوات المسلحة في العلن وغيرها الآن لا نعلمها، ولكن هذه الإرادة الوطنية الكبيرة لابد لها أن تسير بخطوات ثابتة نحو استقرار الوطن بإذن الله تعالى. الآن الجيش مستقر، تمركزاته ثابتة، ولكن هم في شتات، هم موجودين في الشتات. مرة يتنقلوا في براك الشاطي يقترفوا في جرائم، مرة يهربوا لمصراتة، مرة يمشوا لسرت، مرة يتجهوا مش معروف أي بوصلة لهم. ولكن حبينا اليوم في هذه الحلقة أن نضع عليهم الأضواء قليلا حتى نفهم خريطة توجهاتهم. إذن البداية من طرابلس معي محمد. أهلا بك محمد من طرابلس، ورحب بك في أراء، وصحة فطورك ويومك طيب إن شاء الله. كيف تعلق الآن على هزائم الإرهابيين في ليبيا بشكل عام، وتحديدا سرايا إرهاب بنغازي وهروبها من الجفرة إلى سرت؟ أولا أستاذ أحمد صحة فطوركم، تحية لقناة ليبيا الحدث، قناة كل الليبيين، قناة يعني قناة رائعة بمعنى الكلمة، قناة ناقلة للجيش والشرطة والقضاء. وأولا وثانيا أستاذ أحمد بدي نقول لك حاجة، أن هروب سرايا الدفاع عن بنغازي من الجفرة يعني يعرفوا أن القيادة العامة لما تقول أن بإذن الله بنحرروا قاعدة الجفرة يعني خلاص تم الكلام. كنا قاعدة تم الهند، أنا كان في عندك في مداخلة قبل أسبوعين قلت لك بإذن الله ستكون الزحف على قاعدة الهند، وفعلا قلت لي أنت عاطينك أراء الجنوب ومبادرات ويعني ما طلعوش قوة ثالثة، وقلت لك بإذن الله الشهداء اللي توفوا من جميع قبائل الجنوب. نبي نأكد للشعب الليبي أن القيادة العامة منتصرة بإذن الله. وشوية أستاذ أحمد بن عسل عليك نترحم على المفهوم العقيد، فتحي عياد أعطيه أمر اللواء الرابع في طرابلس، وإن شاء
شو بنقول لك استاذ احمد، ان قاعده الجفره باذن الله ستتحرر من سرايا الدفاع الارهاب البنغازي، والجيش شو بنقول لك استاذ احمد، ان الجيش وراها من القاعده ومن هنا لبراك للجفره لحد يوصل الجيش تحرير العاصمه وشباب العاصمه باذن الله مرتضين، ونطلب من هاشم بشر وهيثم التجوري وغنيه والكتلي عبد الروف كاره ان المهجرين في طرابلس اللي طلعوا مع الجيش ضد الميليشيات ويعرف بميليشيات الانقاذ بعمليه تجريبيه بالقياده الارهابي صلاح بادي، انهم توا بانوا على حق مفروض يرجعوا لطرابلس معزين مكرمين وتحميهم قوه من اللي كانوا في طرابلس قوه في عمليات القاده بقياده الكليفندي الرائد عماد الطرابلسي، ونطلب من الشعب الليبي ان في حال دخول الجيش قاعده الجفره نطلب من اهالي الجفره ان يرفع الغطاء الاجتماعي على المجرمين الارهابيين كما تحررت الجنوب باذن الله وكما تتحرر طرابلس كما تتحرر ليبيا استاذ احمد. طيب يعني انتقالهم من الجفره لسرت وفي خارطه ممكن تظهر لنا يا عماد على الشاشه من سرت اللي اول امس كيف تحررت من داعش، كيف تترك للارهابيين ان يدخلوها مجددا، كيف تفتح سرت للقاعده بعد ما كان مسيطر عليها داعش؟ يعني هل الان نشهد نفس المشهد اللي شاهدناه في السابق ام ماذا؟ لماذا سرت ولماذا اتجهت هذه الجماعات الارهابيه الى سرت في هذا التوقيت؟ يا استاذ احمد، كانوا هم معولين على قاعده تل هند اولا وقاعده الجفره يتخذوا منها في الهجوم على الحقول الهلال النفطي وقوه الشعب الليبي، ولكن نبي نقول لك استاذ احمد ان شنو ان هم دخولهم سرت ان في يعني في يبدوا يديروا شوشره وترجع على مية ان الكتائب اللي حررت في سرت من الدواعش يبدو يقول لك ان مثلا خيال المشيخ خليفه حفص يقصف في الكتائب هذه وكذا يبدو يقصف مع الكتائب هذه، وانت شفت ان استاذ احمد لو انهم على حد وهروبهم كان من الجفره يعني في وسائل الاعلام هروبهم بمعنى مؤكد ان هروبهم عارفين احنا ما بيهربوا، وباذن الله القياده العامه وباذن الله الشباب المساند وباذن الله الشعب الليبي كله من القياده العامه حتى يهربوا في البحر القياده العامه باذن الله لهم بالمرصاد، ونطلب من شباب سرت ونطلب من كذا كما كانت تحمي فيها كتيبة الشهيد صلاح بوحليقة وكانت سرت آمنة مؤمنة بشهادة الأهالي باها وشهادة القبائل، ثم بعد انسحاب كتيبة صلاح بوحليقة من معارك شنو صار سرت يا أستاذ أحمد؟ صارت دواعش ودخلوهم منهم فيهم يا أستاذ أحمد، ونقول لهم راه اللي صار لكم في 2014 دواعش سيكون سرايا دفاعنا سرايا الدفاع للهذا عن بنغازي ستكون مثل شرف بنغازي ستكون سرت. وهذه النقطة اللي مثار جدل ومثار خوف حتى من أهل سرت، تواصلت حتى بشكل شخصي مع عدد منهم صراحة هم متخوفين من هكذا أخبار أن تهرب ميليشيا إرهابية ارتكبت جرائم في الجنوب وتدخل إلى سرت، كيف ذلك وأين هو البنيان المرصوص وأين الرجال الحقيقيين القادرين على صون التراب الليبي؟ ما كانت توجهاتهم؟ ولكن البوصلة الحقيقية الآن هي الجيش الليبي القادر على صون التراب وإحقاق الحقائق. أشكرك على كل حال محمد من طرابلس. البنيان المرصوص أين هم بحرك من المرج؟ تحية طيبة لك يا أخي العزيز وكافة العاملين والأخوة اللي خلف الكنترول. عليكم السلام، أهلا بك. تحية. لا شك يا أخي العزيز أن ما يحدث هي القشة اللي قسمت ظهر البعير، هي براك الشاطي التي حركت أبناء الجنوب على هالمتشردين هالمتطفلين هالسبب خراب ليبيا المتفكعين اللي جونا من حد وصوب وتواطوا معهم بعض المرضى ما يسموا ليبيين في عصابات وميليشيات للذبح والقتل والضياع هذا الوطن وهذا البلاد من هذه الشلة. لماذا أين الضمير وأين أسرهم وأين عائلاتهم وأين انتماءاتهم الوطنية وأين قبائلهم؟ هل فصائل المتشردة كل مرة جايين على البترول ومرة خشين بنغازي ومرة جايين مقروز؟ يا ماشي يبوا بالله خلاص باغي 42 سنة البلاد تبي تريح وتشوف حالها، احنا طالعين هالمرتزقة وهالخونة وهالمتشبعين بطون عبارة عن متسكعين في السجون ومجرمين من ضوء السوابق، وهذا كله حتى هو انكسر خشم الشايب التعيس هذا اللي جابه مصطفى عبد الجليل ما يسمى المفتي الديار الاعور الدجال الذي لا يستحي على وجه بعد العمر، هذا يخلص سالفتنا ومتخشمين عليه، وهذيك لما تخطين الوزير نتاع الشؤون الماليه ورزاق بهم الاختناق على طرابلس عرفوا كيف يصبوا وهي صبوا العقاب المجرمين الاخرين الصياع
المرغني وهال بالحاج وهال سكني وهال والبشر وهالنماذج القذره اللي سببت خراب وضياع، لا بد من تاسيس الدوله امن وشرطه وجيش وقانون وعدل. كفى هالسنين العشاق المواطن الليبي ذل ومهانه وصغاره، وطمع فينا حتى دول الجوار سنمات يبي يروح حراج يجيب سبه هالشوارعيه المتشردين يضرب ليبيا ولا يقصف ليبيا، نبغى نعيش ونحن خلاص سادنا رزقنا الله بولاد الحرام سبب هالمجلس الانتقالي اللي دار هالمشيات وهالزروع وهالكلام الفاضي وهالانصار الشر هالعون المراقيب مره يفكوا التنظيمات وهالحركات ويخشوا باسامي جديده واخوان. احنا نبني لنا شارعين ودردوحه معرضين غرب شرق جنوب شمال ليبيا وحده خضر حمر خلاص يكفي لي يعبث القذافي، القذافي مات ليبيا الوطن، نحن ندافع ضد الوطن نبغى رجاله ومع هالمشير اللي راجل دافع نفسه ودافع حياته من اجل ليبيا واستقرار تعيش بكرامه وشرف. بارك الله فيك، اشكرك شكرا شكرا بحريك، تحيه من خلالك لكل اهلنا في المرج اللي شاهدوا فينا اليك من بشر الان. محمد منطقه الوسطى معروفه منطقه مهمه، صرت تعتبر مركز استراتيجي، اخيرا يعني دمرت وحررت من داعش بعد سيطرة البنيان المرصوص، ما هو الموقف للبنيان المرصوص تحديدا؟ مع من تصطف البنيان المرصوص الآن في ليبيا؟ تحية لك أخي أحمد ولك البرنامج والقناة اللي نعتبرها أنا من أفضل القنوات في القنوات الأقمار الصناعية. ولكن نخش في الموضوع مباشرة أخي أحمد. أنا من وجهة نظري أنا نقول لا في شيء اسمه بنيان مرصوص ولا داعش ولا قاعدة ولا في ليبيا إن شاء الله. وهذا بالنسبة لهروبهم من جفا إلى سرت يعتبر هذا بشرى انتصار وتذليل الصعاب أمام الجيش الليبي وأسود الجيش الليبي والقوات المساندة. وفي النهاية ما يصح إلا صحيح، فما فيش إلا دولة إن شاء الله، المؤسسات والمؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاء والشرطة وما فيش إلا الأسماء هذين حمادة. باقي الأسماء نرفضوها رفضا باتا. بنيان مرصوص ما بنيان مرصوص، هذا ما كان بنيان مرصوص شنو منيش يتكونه؟ وين موقعهم البنيان المرصوص؟ البنيان المرصوص قيادات ومجموعة من الكتائب والميليشيات انضمت تحت هذه تحت مسمى البنيان المرصوص، حاربوا داعش والطيران الأمريكي كان مساند لها وكان مدمر لبنية تحتية في سرت. الآن نتائج معروفة، الآن أين هو موقعهم البنيان المرصوص؟ أين مع من يتمترسوا؟ مع من هم تحديدا وفق رؤيتك انت كمواطن وانت تشاهد في تحركاتهم تمركزاتهم خروجهم الاعلامي، مع من يصطفوا البنيان المرصوص؟ ما يصطفوا بالتاكيد، انا ناكد لك من هني متاكدين ما زالوا نعتبرهم ما زالوا ضد الجيش، يعني ضد اسود الجيش الليبي، ما زالوا مصطفين في المؤامرات وما زالوا يحتكمهم رؤساء ميليشيات وما زال دعمهم من اجنده خارجيه وما زالوا يعني نعتبر هذا القاعده، ما فيش فرق بالنسبه لنا عندهم يعني. وبعدين ان شاء الله يعني ماشيين في الزوال مع كيف القاعده كيف داعش كيف البنيان المرصوص ماشيين في الزوال اخي احمد، والبقاء والمجد والكرامه والعزه لليبيا ولاسود الجيش الليبي بقياده القياده العامه والمشير خليفه بن قاسم حفتر، يحفظ الله ويحفظ باقي الرجال اللي معه وما يصح الا صحيح. وبارك الله فيك اخ احمد وكل عام وانت بخير والاسره الكريمه والقناه الموقره. كل عام وانت بخير، كل اهلنا في بشر سلمنا عليهم جميعا. على كل حال من خلالك اشكرك وكل اهلنا هناك المتابعين لليبيا الحدث ولاراء. اليك سعاد من بغازي وايضا ينضم معي احمد من طرابلس شرق وغرب ينضموا معي الان في هذه الحلقه ونقاشي مركز تتوسطه سرت الرباط بين شرق البلاد وغربها وانتقال سرايا ارهاب بنغازي من قلب ليبيا من قلب الخارطه الليبيه. الجفره معروف موجوده في قلب الخارطه الليبيه، موقعها استراتيجي ومهم جدا، والان نريد ان نفهم هذه التحركات المريبه لهذه السرايا الارهابيه. سعاد، ما هو تفسيرك لهذا الخروج الان من الجفره؟ الم تكن سرايا الارهاب معروف موقعها في الجفره؟ ايوه مساء الخير استاذ احمد، مساء الخير، كل عام وانت بخير. بصراحه
السرايا الهادية استاذ مازالت تغلى، لان السرايا وعبد الحكيم بالحاج لحد الان ما حدش يسيطر عليه، هذوم هم اللي يسيروا فيهم، مازال عندهم سلطه، لو سلطوا عليهم. لكن بالنسبه لسرت كان وينهم؟ وين الناس اللي فيها؟ عرب سرت وين؟ ليش سيبوها بعد ان طلعوا منها بلا المفروض كانوا مسكوها؟ هل سرت وين مع السرت؟ شكل الجنوب مسكوها عربها مع الجيش مع مصاد الجيش، وين عرب سرت؟ وين القذافه؟ ما احمد الجنوب في الدم يطيح في التلفزيون يقول عندي ملايين، وين ترحم سرت؟ كان المفروض يرحم سرت، لان ما زالوا تحت عند عبد الحكيم بالحاج، عند عبد الحكيم بالحاج قاعده. لو ما تقلوش على عبد الحكيم بالحاج صدقني مش حتصير تحايل، كلهم بقى تدعي فيهم خطا تدفوني. هذول يعتبروا ما زالوا ناس الحيه، وما زالوا ناس الحيه مزكيين مصراته، صدقني لو ما ضربتش مصراته مش حتصير منهم، مقتلين طالعين في المدينه. وكلهم دايرين لنا شريب على الطفل كل مره طالعين في جهه، يوم طالعين في سرت، يوم طالعين في جنوب، يوم طالعين، وما زالوا ناس الحيه. المفروض على عبد الحكيم بالحاج والاستخبارات العسكريه اكثر شيء المفروض السنين الاستخبارات العسكرية يلعب دور مهم فيه، لأن السنين هذا مفروض الاستخبارات العسكرية تلعب دورها، الاستخبارات تشغل فيهم، لأن عبد الحكيم بالحاج مازال عنده يد، يخابط فيهم بالتليفون مع صلاح بادي ومع العماري ومع الإخوان كلهم مازال يحرك فيهم، مازال تحت سيطرة الدأج. حد الآن طلعت يقول تحرك انكذب، مازال مسيطرين فيها الإخوان. اخواننا غير مسافرين يجمعوا فيهم برا من قطر، صدقني لو خذوا عروس الكبار حتحرر سرت، لكن سرت وين عربها؟ وين عرب سرت؟ ليش ما حموها سرت؟ وينهم عربها سرت؟ وين عرب سرت؟ عرب بالسرت موجودين في غرفه عمليات سرت الكبرى سعاد. الرجال المنضبطين من قبائل الشريفة في منطقة سرت وغيره ومحاولها موجودين في غرفة عمليات سرت. وبعدين نحن نحكوا عليه سرت عزل من السلاح، سرت تم تعزيل، سرت ضربوها مرتين يا سعاد، سرت قصفت ودمرت في 2011 وشطت أهلها، والآن دمرت مرة ثانية في 2015 و16 يعني، وأهلها كانوا في الشتات، أهلها كانوا في حالة نزوح، وهم الآن عزل ما عندهمش سلاح، يعني إمكانيات لا توجد، ودائما القوات المسلحة دائما مساندة وموجودة، هي على تخوم سرت الآن في منطقة هراء ومناطق عدة. على كل حال أشكرك وأنتقل سريعا إليك أحمد من طرابلس. أحمد، ما الانطباع الذي أو النتيجة التي وصلت لها عندما نشاهد خارطة انتقالهم من موقع إلى آخر ميليشيا إرهاب بنغازي؟ هل أصبح لا هدف لهذه الميليشيا؟ مساء الخير أخي أحمد. مساك طيب، كل أهلنا في طرابلس. بالنسبة للبنية المرصوص ومصراتها، مش كانوا ناويين يرجعوا أهالي سرت لسرت، لكن رجعوهم ليوم زي هذا باش يبدو دروع بشرية زي قنفودة بالضبط. عندي ملاحظة ثانية معلش خلينا نوضحها للليبيين وخاصة في الشرق. الناس اللي مهاجرين من طرابلس أستاذ أحمد، اللي هم من خشتوم مهجرهم كارا، واللي هم من زنتان مهجرهم غنية والكيكلي، في ناس مش فاهم الموضوع، هو ما يقدروش يرجعوا، لأن الناس اللي هاجرتهم قاعدين موجودين في طرابلس، اللي هو غنيوه وهو كارا مهجر ناس فشلوم، شباب فشلوم، منطقه فشلوم، لما طلعوا يبوا الكرامه ويبوا المشير ويبوا الجيش ويبوا الشرطه، واهل الزنتان هجرهم غنيوه الكيكلي من ايام فجر ليبيا، هجرهم غنيوه الكيكلي واحتلوا مساكنهم وسكنوا في عياشهم. هذه الملاحظات اللي نبي نوضحها للشرق. مش مهجرينهم راهو لاي ناس ثانيه، غنيوه وكارا هو اللي هجر اهل فشلوم وناس الزنتان. طيب هل هذه الميليشيا لا هدف لها اصبح، اقصد هنا سرايا الارهاب بنغازي، اين اهدافهم؟ اين مسارهم؟ يعني خلاص هذا مسارهم، تمركزاتهم منتهيين، والجيش الليبي منتصر بعون الله وحيخش لطرابلس، وشباب طرابلس كلها حتكون مع الجيش الليبي، وحتبدا ضد الميليشيات حتى اللي حاليا داخل طرابلس. اصبح لا وجود لهم؟ لا وجود لهم، نعتبرهم بالنسبه لي انا خلاص منتهيين. والنصر قريب يا استاذ احمد، واحنا متفائلين في الجيش من بدايه الكرامه، كل الشعب الليبي متفائل. انا يا استاذ احمد لما نعم استرسل يا احمد نسمح فيك. انا لما استاذ احمد انا نمشي المصرف ونوقف قدام المصرف، نلقى شخص واحد اللي ما يبيش حفتر، بس الباقي الناس كلها تبي حفتر. نحكيش عن النسبه، الاكثريه تبي الجيش وتبي هذا النقاش الناس، عامه الناس في طرابلس امام المصارف والاسواق وغيره، دائما يتأملون رجوع الجيش لمواقعه وانتصاره، حسب ما فهمت منك.
طيب أشكرك أحمد من طرابلس، أنتقل إليك خالد من المرج. خالد، الآن هل نشهد تحالفات جديدة أم ماذا من وجهة نظرك بتحرك هذه الميليشيا من الجفرة من الجنوب إلى سرت وسط ليبيا على الساحل؟ أخي أحمد، أول شيء كل عام أنت بخير، أنت وكل الزملاء والإعلاميين داخل قناة البسطاء وقناة الشرفاء، قناة الليبيين كلهم، قناة الحدث. كل عام أنت بخير. نعم. وانتهز هذه الفرصة لكي يبعث تبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم إلى الشعب الليبي العظيم وإلى قائد ثورة الكرامة المشير أركان حرب خليفة حفتر. أخي أحمد، ما يحصل في ليبيا هو ارتداد زلزال الجنوب. بعد فترة القوات المسلحة على الجنوب أصبحت الميليشيات الآن في تراجع، خلاص عرفوا أن اللعبة انتهت، جيم أوفر. ما حصل لقطر وما حصل لتميم من أقصاء له واستبعاده من دول الخليج الآن أصبح منبوذ هذا الإمعة، وما حصل في بريطانيا في تفجيرات مانشستر من منفذي التفجيرات الذين يتبعون للمقاتل، يتبعون عبد الحكيم بالحاج هذا الجاسوس القطري الموجود في طرابلس، الآن أصبح كل شيء أصبح مكشوف. الآن أصبح تراجع لكل الميليشيات المسلحة، لا تقدر على مواجهة القوات المسلحة. الآن في تحالف كبير جدا بين الجيش الليبي والجيش المصري العظيم، الجيش العربي المصري، وكل الجيوش العربية الآن تحالف على الإرهاب. الآن الخوارج والإخوان وكل المقاتلة ليس لديهم إلا خيارين، إما الاستسلام والذهاب إلى قطر وإلى تركيا هذه الدولة التي ترعى هذه العصابات، أو سوف تداس بأقدام القوات المسلحة. طيب أشكرك، أنتقل إلى عز الدين من ترهون. عز الدين من ترهونة. السلام عليكم. عليكم السلام. هروب كبير من الجفرة إلى سرت. يا أخوي أحمد. نعم، أهلا بك يا أخوي أحمد. تنظيم داعش هذه سرت، هذه نقطة مديرينها جماعة مصراتة، ومصراتة لازم يتراجعوا ويشدوا صغارهم فردا فردا. معروفين في ربوع ليبيا من بتاع عبد الرشيد الدير، معروفين الثوار الحقيقيين ومعروفين المستلقين والمديرين رواحهم ثوار، معروفين يا اخوي احمد. راه احنا ما نعرفوش الا بالمشير خليفه بن قاسم حفتر من بتاع عبد الرشيد الدير. قل للشعب ما صدق الحق وزاق الباطل، ان الصادق الغرياني كان مخبورا بعون الله. طيب اشكرك عز الدين من ترونه. الان هجومهم كان على موانئ النفط في مرات عدة، وهذا الهجوم قوبل ب يعني عمليات عسكرية محكمة انتصرت من خلالها القوات المسلحة على عدة مرات. من بعدها شاركت هذه الميليشيا الإرهابية في الجنوب الليبي الحبيب، واقترفت بحق أبناء الجنوب مجزرة يعني هي الأولى وأكثر شناعة وأكثر الدموية في جنوبنا الحبيب، راح ضحيتها أكثر من 140 من قوات الجيش وأيضا من المدنيين. الآن بعد ما أغلقت إذن دار الإفتاء في ما تعرف بدار الإفتاء وشيخها الغرياني في طرابلس، والآن بعد يعني غياب التوجه من هذه الميليشيا وهروبها من مقر إلى آخر أو من موقع إلى آخر، نسأل عن الدور الذي تعمل عليه القوات المنضوية تحت مسمى البنيان المرصوص، إلى أين تتجه، ما هي بوصلتها، مع من تصطف، ما هو موقفها من المجلس العسكري الذي بارك الجريمة الشنعاء في الجنوب الحبيب، ما هو موقف البنيان المرصوص من عمليات القاعدة وداعش وانضمام وسرايا الإرهاب إلى في سرايا الإرهاب بنغازي وانضمامهم مع القاعدة وغيره، ما هو موقف البنيان المرصوص من هذه السرايا وانضمام ميليشيات من المرتزقة، وتم اكتشافهم أيضا في داخل إحدى مستشفيات مصراتة، هناك من يقوم بعلاجهم وأعطى لهم حتى لباس عسكري ومبالغ مالية. الأسئلة كثيرة تطرح نفسها الآن في هذا السياق. الموقف الوطني معروف، يريد رجال حقيقيين يخرجوا على الناس ويوضحوا هذا الموقف، يوضحوا للليبيين أي موقف هم الآن عليه. البنيان المرصوص
أمامها الآن خيارات عدة، ونريد أن نفهم إلى أين مسلك هي تريد وأي طريق ستتجه، وأيضا ما هو موقفها من سرايا إرهاب بنغازي، المجلس العسكري مصراتة، الميليشيات المتحالفة معه، القاعدة وغيره من هذه الأمور. إليك وليد من الجميل وأيضا عبد الله من البريغا، لأن مش معقول تحارب داعش من جهة وتكون يعني واقف مع القاعدة أو مع ميليشيات تنحدر مع القاعدة وتتعاطف مع جماعات إرهابية من جهة أخرى. هذا شيء غير منطقي صراحة، يعني أن تقاتل إرهاب وبعدها بعد يومين تصطف مع إرهاب آخر، يعني شيء غير منطقي غير مقبول بأي حال من الأحوال. يعني تخيلوا أن الجيش هذا بعيدة، يعني يقاتل اليوم داعش وبكرة بعد بكرة يقف مع القاعدة ويقف مع جماعة مسلحة أخرى. الطريق معروف واضح جدا وجلي، الحقيقة واضحة، والدماء قدمت والتضحيات قدمت والمسار معروف والقيادات معروفة وخطوطها واضحة، الخطوط العريضة واضحة. الآن لماذا هذه الجماعات المسلحة لا تتخذ مواقف واضحة؟ لماذا؟ إليك هذا السؤال وليد من الجميل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. صح فطوركم إن شاء الله. أهلا بك، كل أهلنا في الجميل حبيب، تفضل. بيك إن شاء الله، شو الأمور باهي؟ أهلا وسهلا بك. نعم. والله أول شيء نترحم على شهداء الجيش الليبي البطل. نعم. وتحية لكل شعبنا الليبي، وبإذن الله بإذن الله منتصرين، وهذه ناس ما تشكل حتى 1% من الشعب الليبي، أصلاً هم هضم خسروا الشعب يا أخوي. نعم. ألو. نعم، من تقصد؟ يعني الميليشيات هذه والدروع وسرايا إرهاب بنغازي والنوعيات هذه هضم ناس أغبياء. لو انهم ما همش اغبياء لما كانوش خسروا الشعب، لانهم خلاص بعد ضاقت بهم السبل. باذن الله الجيش منتصر والشعب منتصر، ولا قوه تقف امام الشعب باذن الله يا اخي. واراده الليبيين بالفعل. واراده الليبيين باذن الله منتصره، معروف الشعب الليبي شعب مجاهد وشعب بطل، واي حد ينوي العناد باذن الله ينكسر، واللي جينا بالشر حنعطوه بالشر، واللي جينا بالخير اهلا وسهلا به، واحنا باذن الله لن نستسلم، وليبيا لن نسلم فيها لاخر قطر الدم يا اخي. طيب شكرا، وتحية من خلالك كل اهلنا في جميلة. اليك من البريق عبد الله. عبد الله، مساء الخير اخوي احمد، شو اخبارك؟ مساك طيب. هل الان البيئة الامور الواقعية كل ما تتكشف من حقائق الا تلتزم اتخاذ مواقف واضحة وجلية من اطراف عدة في الخارطة الليبية تجاه جماعات إرهابية معروفة وتحالفات؟ أكيد يا أستاذ أحمد، نحن سرايا الدفاع بنغازي يضم مجرمين ويضم خون وعملاء، لكن ما ننصحهم أنه يسلموا للجيش الليبي، يسلموا أرواحهم للجيش الليبي والله يموتوا. هذه رغبة الشعب الليبي أن يكون لنا جيش قوي، وبإذن الله جيشنا منتصر في جميع ربوع ليبيا، في مصراتة توا بناء المرصوص، دخلوا عليهم سرايا الدفاع المجرمين، هم مجرمين كل مكان يخشوا فيه يقتلوا ويخربوا، وخشوا علينا هنا، لكن لقوا جيش ولقوا أهل الوطن صابين ضدهم. نحن عندنا ثقة في جيشنا أنه يتفر، وأن جيشنا بإذن الله متفر في جميع ربوع ليبيا، وهذه رغبة الشعب الليبي، وننصحهم أنهم يسلموا أرواحهم للجيش الليبي. الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر غصبا عن كل واحد، هذه رغبة الشعب الليبي أن يكون لنا جيش قوي بإذن الله، وبإذن الله جيشنا منتصر. شكرا. عبد النبي من الجابية، اهلا بك عبد النبي. الو عبد النبي من الجابية، كل اهلنا في الجابية ورحب بك. الو نرحب بك في اراء عبد النبي، كيف تعلق على المسار سرايا إرهاب بنغازي وتحالفاته وتنقلها من مكان الى اخر؟ عبد النبي اذا انت في الاستماع. ايوه نعم، تفضل. عبد النبي من الجابية، واضح انك انت ما تسمعش فيه. على كل حال الآن يعني وفق الخارطة الليبية الآن كل شيء تكشف وأميط اللثام عن الوجه الحقيقي على الوجوه الحقيقية في البلاد. أميط الستار، أميط اللثام، أصبح كل شيء واقع وجلي.
وأصبحت الحقيقة أمام أعين الجميع، لكل غافل أمامه الحقيقة، لكل مضلل الحقيقة أمامه ومنتصر عليه، ولكل غائب عن الوعي عليه أنه هو يرجع لوعيه ويلحظ ويشاهد ويتلمس انتصارات الجيش والتفاف الشعب حوله، وأيضا تحالفات الإرهاب والقاعدة وأعداء الأمس أصدقاء اليوم، وتحالفات مع الميليشيات وتحالفات مع المرتزقة وغيره من التشاديين وغيره. أم مؤيد من بنغازي، نهار يومك طيب إن شاء الله وكل عام بخير. الآن هل هناك جناح من البنيان المرصوص له تعاطف مع القاعدة أم ماذا؟ يعني كيف نفهم هذه الخارطة تحديدا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيب. شعب ديبي أجمعين كله طيب يا ربي. نعم. القيادة الحكيمة اللي عندنا وربي يحفظهم وينصرهم جميعا. الجيش كله بدون استثناء. نعم. بالنسبة للأحداث اللي توالت علينا المدة اللي فاتت اللي هي المجزرة اللي صارت في براق الشاطئ، وبعدها الاغتيال متاع بريك اللواطي، واستشهاد البطل المغوار فضل الحاسي، نقول لهم نترحموا على شهدائنا أجمعين وإن شاء الله في جنات الخلد. بالنسبة للمعارك اللي سيرت توا لما هربوا من جفرة وجو السرت، والله شيء يضحك، والله شيء يضحك. نحن نشوف في الصور مبدي هم يجاروا صبابيط طايرة، هم يجاروا حفايا هم من أول، هم عارفين، لكن هم شنو مقصدهم؟ هم وين ما يحلوا يحل الخراب معاهم، وين ما يحلوا في مكان لازم يخربوه قبل لا يطلعوا. شوف الدمار اللي ساير، أما ما يطلعوش من مكان اللي هم يدمروه. فأنا نقول لك يعني بسم الله ما شاء الله، ما هربوش من فراغ، هربوا من 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 يوم العرض العسكري وهم هربين، من يوم اللي شافوا العرض العسكري وهم هربين من مكاناتهم. بعدين والله شو نقول لك يا أحمد، بالنسبة تول للمجلس الرئاسي اللي قاعد في طرابلس، تقعد خايفة في بعضها طرابلس، شندير السراج النبي شندار بعد الاتفاق اللي بيتفق مع حفتر، شندار والله ما لاقي الحرق الروحة، ما لاقي الحرق الروحة، وما يقدر يقول آية، ما يقدرش يقول شيء. هذا هم اللي يمشوا فيه، وهذا هم اللي يقولوا له تعال هنا دير هيك عدي هيك دير هيك، ماشي قاعد يتلي في بيانات وقاعد يدير سبع مش عارف شنو، بيقسم ليبيا سبع مناطق والله، من ضمنهم بنغازي بيحط عليهم امراء من الجيش. في هذا كلام النبي؟ في نحن مغير نحروا بلادنا من الارهاب الاسود هذا؟ وبعدين مصراته جناح من البنيان المرصوص ما مسكين هذا اللي هذيك النهار طلع حسن مش عارفة حسن شن اسمه، هذا اللي ظهر وقال مؤيد للجيش ومؤيد للقيادة الحكيمة ومؤيد ومؤيدة، وما ضربوا طريحة وحرقوا له سيارته، ما ندروا عليه شن سير فيه، يا قتلوه يا ما قتلوه هذي في مصراته بروح. مصراته هذه تبي لها قرصة ودن، ما نعرفش أنا، نعرف البنيان المرصوص مع 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 القاعدة مع الإخوان هذوما كلهم، كان توا كيف صح لهم توا بعد ما دنت النار لهم، صح لهم إنه بيعترفوا بالجيش؟ لا، من الأول ما يبوش خراب لبلادهم. آه جاتهم هم القاعدة مش قاعدة في وسط مصراته، القاعدة وعلنوا عليها في وسط مصراته. أنا اللهم لا شماتة يا أحمد في رمضان، اللهم لا شماتة، لكن بهم يذوق النار اللي ضغطها بنغازي، اللي ضغطها بنغازي، والنار اللي شفشفة فيها بنغازي، مجرفات اللي كانت تدس فيه المصراتة لنا، إن شاء الله يذوقوها هم. لكن في النهاية بكل ما نرضوش فيهم، هذوما ليبيين، هذوما ليبيين، نحن عرب بنغازي أو عرب الشرق كلهم ما يرضوش يعني ندعو، لكن نحن في قلوبنا نقولوا لا إن شاء الله ما يصيرش. لكن أنا نقول لك بالنسبة لي أنا إن شاء الله يصير، إن شاء الله تنتهي مصراتة على فكرة أبيها، وربي ينصركم يا ربي يا سيدي، وربي ينصر الجيش بهالقيادة الحكيمة، وإن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. طيب أشكرك. يعني حاب أننا ننوه للسادة المشاهدين أن كل رأي يخرج على هذه الشاشة أو في برنامج أراه هو يمثل الشخوصة أو يمثل الصاحبة، بمعنى أن هذا البرنامج يجوب ليبيا. وصراحة أنا سعيد جدا لأننا نسمع كل يوم، نسمع في صوت ليبيا،
كل يوم أتنقل من حلقة لأخرى، من ملف لآخر، أسمع من شرق البلاد، من أقصى الشرق، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، إلى الجنوب إلى الشمال. يعني ربوع ليبيا تتشارك في هذا البرنامج، وقراها الجميلة ووديانها وجبالها، ومن شرق البلاد وغربها وشمالها، وكلنا نتشارك الهموم ونتشارك الأفراح ونتشارك الأمل بإذن الله تعالى. وإن شاء الله القصاص يأتي على الجناة، على رؤوس الجناة، وليس على عامة الشعب. وبإذن الله المدن الليبية كاملة منتصرة بجيشها وبقواتها النظامية، ومنتصرة للحق، ودائما النور يأتي بعد الظلام، ودائما الأمل بعد المعاناة، يكون هناك أمل، يكون هناك انتصار، وتكون هناك ليبيا التي نريد. تقبلوا التحية، ألتقي بكم في حلقة قادمة من أرى أحمد المدني، أحييكم وإلى اللقاء.